نتالي سمعان، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير نتالي، اهلا وسهلا. هلا يعني اهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا. هلا نتالي من الاصوات الاردنيه الشابه الرائعه، وكمان اخترناها اليوم لتكون يعني، وطلبنا بصراحه منها ولبت مشكوره. الله يرحمه الملك حسين كان يعني يحب ويقدر صوت الفنانه الرائعه المطربه العربيه ماجدة الرومي. نعم. فبالتالي شفنا من أنسب يمكن ما يقدم في هذا الصباح أنه هيك نعيد الذكريات للأداء الجميل لست ماجدة. أهلا وسهلا فيك نتالي، معنا للمرة الثانية بحلوة يا دنيا. خبرينا شو صار معك من آخر مرة شفناك بحلوة يا دنيا، تقريبا السنة الماضية كنت معنا صح؟ لهاي السنة. هلأ أول سنة جامعة أنا، دخلت هندسة صناعي بالجامعة الأردنية، عم بدرس هلا، عم بكمل يعني بالجامعة، وبعدين مفكرة يعني انه اتخصص ميوزك بس بعد دراستي الكاملة للهندسة، ولساتني مع المعهد عم نعمل حفلات وعم بتدرب كمان. احنا نتمنى لك التوفيق، وكمان مش عارفه كيف بدها تلحق على الهندسه والموسيقى مع بعض. يا راف احنا كيف كنا ملحقين، هذا الجيل بلحق على كل شيء. انت ما عليك ولا لا سيد حمدي؟ والله هالجيل ملحق على كل شيء. بمدرسه اليوبيل بالضبط، هذا اللي كنت طلاب عندهم او طالبات كان عندهم يعني، بتصور واحده منهم كان معها هندسه برضه لكنها دخلت على التمثيل وعلى المسرح. أنا مرحص بالضبط وبتشتغل بالميوزيك. بعض منهم يعني كان عنده أكثر من هواية قدر يحققها مع التعليم الأكاديمي، لكن إبداعه، لأن مدرسة اليوبيل هي لخلق إبداع للشباب. نعم. والشابات الأردنيين. نعم طبعا نستغل أو نستثمر وجود الحاج حمدي في ذكر أيضا حادثة هيك مهمة. نعم. كانت في فرنسا. في أول زيارة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى فرنسا الرسمية، كان من ضمن البرنامج تسمية شارع باسم الملك حسين الراحل. وبلدية باريس إجراءاتها جدا صعبة، تحتاج 5 سنوات حتى يقرروا تسمية شارع باسم شخص عظيم، لكن بلدية باريس سمعت وكسرت كل هذه القيود والتقاليد، لأنه الحسين شخصية عالمية يستحق تسمية شارع. وأنا كنت في معي جلالة الملك عبد الله الثاني عندما صار الاحتفال بتسمية شارع في باريس. هذه بتعطينا دلالة على أهمية جلالة الحسين واستمرار الملك عبد الله الثاني على هذا النهج في حماية الأردن، الذي إن شاء الله دائما سيكون يواجه التحديات بكل قوة وحماية ودعم أبنائه وقيادته الهاشمية. حاج حمدي احنا بدنا نشكرك جدا لوجودك معنا اليوم بحلوة يا دنيا، اكيد انت والاستاذ حنا فراج والرائعة دائما نتالي سمعان، وجودكم معنا لليوم هو اكبر عربون على وفائكم وحبكم للحسين الراحل، وطبعا لجلالة سيدنا، واكيد للعائلة المالكة نورتونا. وقبل ما نستمتع مع صوت نتالي سمعان، سمعنا كمان اغنية، بدنا نسألكم السؤال، حلوة يا دنيا لولا حلوة يا دنيا بدون ولا لولا ولا زي أنا وياك زي بعض. حاج حمدي حلوة يا دنيا لولا الفراق. لولا الفراق نتالي للمرة الثانية بنسألك، وطبعا بنتشرف. تقدري تغيري نتالي، تقدري تغيري آخر مرة. ناسي ناسي هلأ اطلعوا اللي بدك. يا حلوة يا دنيا لولا الحزن. لولا الحزن، لا إن شاء الله بتضلك فرحانة وبتفرحينا في صوتك الحلو. كل الشكر لكم طبعا الرائعين يعني شركاء رؤيا، وين ما كنتوا إن كان من الأردن طبعا أو من فلسطين أو من كل العالم العربي اللي بيشوفونا، إن شاء الله يعني نجاح وحياة سعيدة نتمناها لكم، ونتمنى أيضا في هاي المناسبة أيضا كل المحبة والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني قائد المسيرة، وإن شاء الله على نفس الهمة، وبلدنا إن شاء الله في تطور وتطور مستمر. نتالي سمعان إحنا معاكي ننهي هاي الحلقة بصوت الرومي الرائع. حسيتك اليوم بس على ماجد الرومي يعني. مش عارفة ليه حسيت فؤاد اليوم هو بيودع زي كأنه النهاية النجاح وراجعين الأسبوع. والله ما بتعرف إيش بيصير.
لما